وينضم إلينا من الخليل عادل شديد الباحث في الشأن الإسرائيلي. سيد عادل، يعني لنبدأ أولا بهذا التصريح لهرتسي هاليفي الذي يعني يتحدث عن أنه عن أن جيش الاحتلال يحقق إنجازات. كيف تنظر إلى مثل هذه التصريحات من قبل القادة العسكريين الإسرائيليين؟ صباح الخير لك أستاذ حسن وللمشاهدين. يعني أصلا زيارة هرتسي هاليفي رئيس الأركان ومعه رئيس الشباك وعدد من القادة العسكريين والأمنيين بالأمس إلى خان يونسية زيارة استعراضية يراد منها يعني إيصال رسالة للمجتمع اليهودي الذي ينتظر بفارغ الصبر أي انتصار أي إنجاز يتم تقديمه من قبل الجيش والأجهزة الأمنية الأخرى، سواء باستعادة أو تحرير بين قوسين أسير أو أسرى إسرائيليين بالقوة من 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 غزة، أو اغتيال يعني قادة كبار في حركة حماس. بالتالي هذه الزيارة هي يراد منها إرسال رسالة، وكأن الجيش الإسرائيلي احتل خان يونس وكل قطاع غزة، والآن يعني أصبحت جزء من الحالة الإسرائيلية والجيش يسرح ويمرح فيها باطمئنان، مع أنه سبق تلك الزيارة بساعات حين اعترف الجيش الإسرائيلي أو على الأقل تسرع الجيش الإسرائيلي بالإعلان عن أنه تم إنزال مواد لوجستية وغذائية للجنود في رفح عبر يعني إنزال جوي، وهذا الذي يعني خلق ضجة واسعة في إسرائيل، وفهم أنه لو كانت الطرق البرية يعني سهلة ومفتوحة للوصول إلى القوات لما لجأت إسرائيل إلى هذا الأسلوب، وهذا يعني أنه الجيش محاصر وفي وضع يعني صعب ميدانيا، وهذا هو الواقع. بالتالي يعني ليس متوقعا من هرتسي هاليفي أن يقول غير ذلك، لا يمكن أن نتوقع من هرتسي هاليفي أن يعترف للمجتمع الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي لم يحقق أي من الإنجازات ولا من الانتصارات ولم يحقق أي من الأهداف، وأن المعركة البرية والحرب بأكملها يعني باتت عبثية وغير مجدية في ظل زيادة قتل الجيش الإسرائيلي ومصابيه وعدم يعني إحراز أي تقدم مقابل هاي الخسائر التي يمنى بها الجيش يوميا. بالتالي يعني متوقع أن يتحدث كهذا، وخاصة أنه أصلا كل الحرب وهذا التدمير وهذا القتل هو لاستعادة جزء من 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 الردع الذي فقد وضرب بالسابع من أكتوبر، ثم للمحافظة أو إعادة توازن المجتمع الإسرائيلي الذي فقد اتزانه بضربة السابع من أكتوبر. وبالمناسبة يعني يوما عن يوم تتعمق الأزمة الإسرائيلية، يعني اليوم إسرائيل في وضع صعب جدا، من جهة لا يمكن لها أن توقف الحرب، وبالمقابل استمرار الحرب بهذا المنوال كما نرى بالأيام الأخيرة الزيادة واضحة بعدد القتلى وعدد المصابين، يعني بالأمس وكان يعني مقارنة بالأيام الأخرى إلى حد ما لم نشاهد بيانات للمقاومة كالأيام التي سبقت أمس، ومع ذلك مستشفى سوروكا في بئر السبع لوحده أعلن عن استقبال 27 مصاب، عدد كبير منهم حالاتهم صعبة وحرجة، بمعنى أنه الجيش من جهة ما بيقدر يوقف العملية العسكرية لأنه لم يحقق أي إنجاز أي هدف من المعلن عنه، وبنفس الوقت استمرارها مكلف وغير مجدي. وأعتقد أنه هذا أحد الأسباب التي دفعت غالانت الليلة للتحدث، وكأن الظروف الميدانية أصبحت ناضجة ومن الممكن الذهاب باتجاه هدنة. أعتقد أنه بالقراءة الميدانية والسياسية لما يحدث اليوم مقارنة بما كانت عليه الحال قبل 10 أيام حين تخلت إسرائيل عن الهدنة التي استمرت لأسبوع وذهبت باتجاه التصعيد على قاعدة أنه التصعيد وزيادة القتل والدمار، من الممكن
أن يفرض على حركة حماس أن تتراجع عن شروطها وأن تقبل شروط إسرائيل، وبالتالي أن تحدث انكسار وتراجع بالموقف الفلسطيني، وهذا الذي لم يحدث طيلة الأيام العشرة الماضية، لا بل أن النتيجة عكسية واضحة بزيادة عدد القتلى والخسائر الإسرائيليين. هل هذا هو السبب في تصريحات جالانت بأن قواته لا تنوي البقاء في غزة فترة طويلة، أم أن هناك أسبابا أخرى لهذا التصريح؟ يعني أستاذ حسن، في موضوع حديث جالانت بأنه الجيش الإسرائيلي لا ينوي البقاء، هو بتقديري مثل دور المؤسسي العسكري وشكل ردا على بنيامين نتنياهو. بنيامين نتنياهو كل ما صدر عنه من تصريحات ومواقف طيلة الفترة الماضية كان واضح باتجاه أن الجيش الإسرائيلي باقي بالقطاع، سواء عبر السيطرة أو احتلال يعني ما يسمى سابقا يعني محور فيلادلفيا، الشريط الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن جمهورية مصر العربية، والسيطرة على المعابر البرية وتحديدا والمقصود معبر رفح مع مصر، وإقامة حزام أمني. واضح إنه اليوم في نقاش عميق داخل اليمين في إسرائيل، أقصد اليمين الديني، نعم. جماعة الصهيونية الدينية والممثلين في جماعة عثماء يهودية بزعامة بن غفير، والصهيونية الدينية بزعامة سموتريتش، وجزء كبير من حزب الليكود، هؤلاء يرون إنه اليوم فرصة سانحة للعودة الاستيطانية كما العسكرية إلى قطاع غزة، ومعالجة الخطأ الكبير السياسي والعسكري والأيديولوجي الذي ارتكبه شارون بال2005 حين انسحب من قطاع غزة. بالتالي نتنياهو لا يمكن له أن يرفض يعني مطالبات و شركاء، وخاصة أنه لم يبقى له سوى هؤلاء الشركاء في ظل الأزمة التي تمر بها إسرائيل، سواء قبل 7 أكتوبر وما تعلق في موضوع إحداث تغييرات يعني قانونية وقضائية في إسرائيل، أو ما بعد 7 أكتوبر والإخفاق الذي لن ينجو منه أحدا، والإدارة الفاشلة للحرب الحالية من وجهة نظر إسرائيلية. ثم أنه إضافة إلى موقف شركاء بضرورة البقاء في غزة وإعادة بناء المستوطنات، أيضا نتنياهو له مصلحة بالتموضع بغزة أو إبقاء الحرب مستمرة، لأنه لم يبقى أمام نتنياهو أي خيار سوى إطالة أمد هذه الحرب، لأنه نهاية الحرب تعني بالنسبة لنتنياهو لجان تحقيق جديدة، وتعني لنتنياهو تشكيل حكومة جديدة بدونه، وتعني نتنياهو انتخابات جديدة قد لا يكون نتنياهو جزء من قائمة حزب الليكود. بالتالي بات واضح لنتنياهو أن مستقبله يعني غامض تماما، لا بل أسود.